برعاية مكتب رئيس الوزراء، ونشكر السيد وزير التربية الأستاذ إبراهيم نامس على ما قدمه لنا من ترميمات وصبغ المدرسة، ونثني على الجهود المباركة والسعي لتوفير بيئة آمنة وأماكن أجمل مناسبة للطالبات، وشكري الخاص لفريق التواصل الحكومي من مكتب رئيس الوزراء. مديرة المدرسة رؤى يونس صالح. باسم إدارة وملاك وتلميذات مدرسة الشهيد سالم حسين، نتقدم بالشكر الجزيل إلى سيادة رئيس الوزراء المهندس محمد الشياع السوداني والأستاذ إبراهيم النامس وزير التربية، والشكر موصول إلى تربية نينوى وعلى رأسها الأستاذ خالد مسلط على المبادرة التي أطلقوها وهي ترميم المدارس، فبالفعل أصبحت المدرسة أجمل مما كانت عليه. ندى ذنون يونس مديرة المدرسة الشهيد سالم حسين للبنات. نرحب بكم أجمل ترحيب في مدرستنا مدرسة الشهيد سالم حسين للبنات، ونشكر دولة رئيس الوزراء على هذه المبادرة الرائعة، مبادرة مدرستي أجمل، وأتمنى للجميع الموفقية والنجاح.